كتعرفوا بانه قطاع ديال التربيه المائيه في الجهه فهو قطاع جد واعد جد مهم، لانه بفضل هذه الاستثمارات كلها غادي يخلق واحد المجموعه ديال مناصب الشغل، وكاينه مجموعه ديال الاستثمارات اللي هي كبيره غدار في اطار، ومستثمرين اليوم بداو كتجهيز ديال القطاع البحريه بالاليات اللازمه، وكاين واحد المواكبه كبيره من طرف وزاره الصيد البحري وتربيه الاحياء المائيه في هذا الباب، والحمد لله كاين واحد ليشونج كبير مع الوكاله الوطنيه لتربيه الاحياء المائيه فيما يتعلق بالفورماسيون، المواكبه في الاستثمار، التعاون في الابحاث في الدراسات الى اخره، وكذلك المستثمرين اليوم بينوا على يعني الجاهزيه ديالهم في الاستثمار في هذا الباب. الوحدات الاولى بدات كتوضع في البحر، ان شاء الله الرحمن الرحيم من هاد 3 شهور غادي تكون عندنا الانتاج. الاشكال اللي بقى مطروح طبيعه الحال هو عدم مواكبه الوزارات الاخرى لهذا القطاع اللي هو واعد، كان يعني اولا خصوصا وزاره التجهيز وكذلك مديريه ديال المياه والغابات، لانه كيبقى دائما اشكال ديال القطع الارضيه من اجل يعني باش دار استثمارات ديال التسمين والتعليب والتجميد ديال هاد المنتوجات ديال طبيعه الحياه المائيه هي العائق ديال الاستثمار ديال يعني تطور الاستثمار في هذا الباب. وكنتمناو ان شاء الله عما قريب انه تحل هذه الاشكاليه، وكنقول بانه سوسمسا اليوم عندها واحد المؤهل كبير في هذا الباب، وكاين واحد المجموعه ديال النقاط في الجهه اللي عندها مؤهلات في الاستثمار، وهذا غادي يخولي لنا اننا اولا يعني نخلقوا مناصب ديال الشغل كبيره، ثانيا يعني نرفعوا من الاستثمارات، وبالتالي غادي نخلقوا واحد الديناميه في المنطقه، وكذلك واحد الانتاج اللي غادي يكون وطني وغادي يتوزع على المستوى الوطني وكذلك للتصدير. لاكوافيكتي في المغرب كتبقى هي ربما البديل الاهم بالنسبه للصيد البحري في المغرب. المغرب في الاستراتيجيه ديالو من 2009 حتى 2020 عطى لوبجيكتيف انه ما يفوتش 1,200,000 طن سنويا ديال الانتاج السمكي في البحر. انا كنمثل اليوم من شباب مقاولين بالجهه، حنايا خدينا المبادره باش نديروا ان بروجي ديال لا ميتيليكولتور في لا ريجون ديالنا، والحمد لله لحد الان تمكنا من لانستالاسيون ديال لا بروميير فيليير بمساعده ديال الوكاله الوطنيه لتربيه الحياه البحريه، كذلك الجهه سوسمسا والوزاره الوصيه. دونك حنا اليوم بدينا حطينا لي زانستالاسيون، كنتمناو ان شاء الله نديروا لا غرين سافا دير نديروا الزريعه ديالنا في لي بودان، ونتمناو ان الانتاج ديالنا يكون جاهز من هنا واحد ثلاثة حتى الاربعة ديال الاشهر ان شاء الله. اللي كنتمناو دابا ان شاء الله من هنا العام الجاي ان تكون اون باز اتيغ، يعني تكون واحد الاستثمار اللي غادي يكون على مستوى على مستوى الارض، اللي غادي نقدر ندير فيه واحد لوزين اللي غندير فيه الكونديسيونمون ونديروا فيه لاغريمون ديال البرودوي ديالنا ان شاء الله، باش نقدروا نسوقوه في يعني على الصعيد الجهوي وعلى ممكن على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد العالمي. اليوم ان شاء الله هذا المجال ديال تربيه الحياه البحريه اللي هي واحد لو فولي اللي هو واعد عنده افاق كبيره، اليوم كنبداو صغار وان شاء الله انا من بعد نكونوا باغمي لي بيوني ديال هذا السيكتور او نيفو ناسيونال، في مجموعه ديال لي بوتونسياليتي. البلاد ديالنا تبارك الله عندها مناخ مزيان، البحر ديالنا لاكاليتي ديالو مزيانه، اللي كيبقى لينا دابا هو المبادره ديال المستثمرين والمواكبه ان شاء الله ديال وزارات الوصيه كاملين.